منذ تأسيسها قبل 57 عاماً، قدمت جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم خدمات متعددة للمئات من أبناء المنطقة، حيث ساهمت بدور كبير في دمجهم بالمجتمع المحلي. المزيد حول دور هذه الجمعية في خدمة المكفوفين في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم، والتي تقوم برعاية وتأهيل الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم في دمجهم في المجتمع المحلي حتى يتمكن الفرد منهم من الاعتماد على نفسه والانخراط في المجتمع في مختلف مناحي الحياة. وتقدم هذه الجمعية خدمات كثيرة، منها الخدمات الإيوائية مثل المأكل والمشرب والرعاية الصحية لكلا الجنسين، وخدمات تعليمية للأطفال ومهارات رياضية ولغوية ومعرفية. تقدم الجمعية أيضاً خدمات معرفية كتعلم القراءة والكتابة على طريقة بريل، وتدريبهم على الحركة والاستقلال الذاتي للراغبين منهم من قبل مختصين أو متطوعين، بالإضافة إلى خدمات ترفيهية وطبية مختلفة. وها هو المشغل الذي يخرج المئات من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمختص بتصنيع القش والخشب. من هنا ومن هذه الجمعية التي تعتني بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، تنبع قصة حب وعطاء لا متناهي من أشخاص قدموا أنفسهم لخدمة نابعة من القلب. وكما قال المسيح: كل ما فعل لواحد من هؤلاء إخوة الصغار فلي قد فعلتموه. بخصوص البرنامج اليومي للبيت، من 8 صباحا لـ 8:30 هناك في الصلاة الصباحية ترتيل ووعظة من أحد رجال الدين، ومن ثم انطلاق الطلاب إلى الصفوف. يوجد لدينا 3 صفوف: صف للمكفوفين وصفين لذوي الاحتياجات الخاصة، مقسمين حسب العمر. بالنسبة للمكفوفين بتعلموا كل شيء، ولكن على طريقة بريل، الطباعة والكتابة والقراءة، وبتعلموا جغرافيا وحصة الدين مسيحي، وبتعلموا تربية وطنية وكل المواد. أما بخصوص الصفوف الأخرى فهي للاحتياجات الخاصة، طبعا بتعلموا فيها الأمور الحياتية اليومية وإرشادات، وفي عنا حالات خاصة بيقوموا المتخصصين بدراستها والمتابعتها، وعنا غرفة للنطق، متخصصة نطق. أيضا عنا مشغلين: مشغل للمكفوفين بتعلموا فيه صناعة المكانس والفراشي وأمور أخرى، وعنا مشغل خشب زيتون كمان بنعلم الأولاد ذوي الإعاقة البسيطة صناعة خشب الزيتون. قسم من طلابنا بنوديهم تأهيل مهني على بعض الأماكن في محافظة بيت لحم. بهذه المناسبة بود أني أقدم الشكر الجزيل لنور سات على هذه المقابلة، وكمان بود أني أشكرهم على نشاطهم الفعال في الأراضي المقدسة. إحنا المضبوط بنرحب فيكم في بيت الرجاء، وبنرحب في تلفزيون نور سات، وإحنا بس نعطي لمحة صغيرة عن الجمعية اليوم. جمعية بيت الرجاء تأسست سنة 1963 على يد إحدى المكفوفات، الأخوات المكفوفات، الأخت مي لدعة، وهي قامت بتأسيس هذه المؤسسة مبنية على إيمانها وثقتها بأنها قادرة أن تكون بركة للمكفوفين في المنطقة، واستطاعت أن تقيم الجمعية في خلال فترة بسيطة، و
مع ظهور العديد من الصعوبات، ولكن إيمانها وثقتها أن الله قادر أن يعطيها القوة والقدرة، استطاعت أن تسير إلى الأمام في خدمة المكفوفين في المنطقة. والجمعية قامت بخدمة عدد كبير من المكفوفين، وامتد العمل حتى أصبح بعد فترة يخدم الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى أو أصحاب الاحتياجات الخاصة كما نسميهم. مهم جدا أن نقول أنه بالفعل الله بارك في العمل، وهي مؤسسة مسيحية بالدرجة الأولى، وتعتمد بالأساس على ثقتنا بأنه الله معنا، والله قادر أن يعطينا القدرة حتى نخدم الناس اللي بحاجة للخدمات من أصحاب الاحتياجات الخاصة. صار لي هون في المؤسسة 55 سنة الحين، يعني أنا جيت للمؤسسة وكانت المؤسسة في بداية في مراحلها الأولى أو في أيامها الأولى، وساهمت أنا في بناء هاي المؤسسة منذ 55 سنة. ونشكر الله المؤسسة المضبوط يعني تعبت على ناس كثير من المكفوفين، قدمت لهم خدمات كثير، وكان في عنا أقسام مختلفة في المكان، لكن للأسف إنه هاي الأقسام يعني أغلقت، ظل خط إنتاج واحد عنا، هو إنتاجين خطين، خط إنتاج وخط تدريب للمكفوفين، وإحنا قائمين على هذول الخطين الآن. للنورسات مارلين الحدوة من جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بيت لحم. تقام في كنيسة حاملات الطيب التي تم إنشاؤها بمدينة السلط على مبنى مغارة تاريخية قديمة الصلوات والقدديس والمناسبات الدينية، حيث يؤمها السياح من كل مكان. فريق نورسات الأردن قام بزيارة إلى ذات الكنيسة وعد لها برنامجا خاصا ضمن حلقات كنيستي، فإلى هناك. لرغبة كاهن رعية الروم الكاثوليك في السلط الأرشمندريت حكمة حدادين للوقوف على احتياجات الرعية، زار المدينة في وقت سابق المطران جورج لينغوا السفير البواوي في الأردن آنذاك، وتبادل الحديث معا حول ضرورة إقامة كنيسة ثانية للرعية في هذا المكان الذي يشتمل على مغارة مسيحية تاريخية. أمر المطران جورج بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من كافة المحسنين في الأردن ومن رعية الروم الكاثوليك في السلط على وجه الخصوص. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. وبالفعل تم جمع المال وبوشر في بناء الكنيسة في هذه المنطقة المسمى بأم عطية، إضافة إلى كنيستهم الأولى سيدة البشارة للروم الكاثوليك الواقعة في شارع الميدان.
وهذه الكنيسة الجديدة رغم حداثتها إلا أن مكانها يعد من المواقع التاريخية في مدينة السلط. أنت هي يا فلك روح ملجأ لكل الخطى. الآن إحنا في منطقة أم عطية، هذه المنطقة هي أول ما بدأنا كنيستنا في السلط، لأنها كانت منطقة القبور للروم الكاثوليك، لطائفة الروم الكاثوليك، لأنه بالسلط في للاتين في مقبرة، للروم في مقبرة، وفي روم الكاثوليك مقبرة، والبروتستانت في مقبرة. إذن هذا الملك تابع لكنيسة الروم الكاثوليك، فلذلك كان في هنا مغارة، مغارة كان يضعوا فيها الأطفال، مشان الأطفال الميتين يضعوا في هذه المغارة. بعدين جاء أبونا معين وفكر إنه يعمل من المغارة إشي كويس جدا، نظف المغارة ورتب أمورها، وقام كل العفش اللي فيها من خشب من توابيت من كلام نظفها، وبعدين انتقل من هنا إلى مادبة. أبونا معين مهد لي الطريق، جئت أنا على هذا المكان مهيئ الطريق. الآن قلت أنا نعمل كنيسة، عزمت السفير البابوي لانجوين، مسنيور لانجوين، عزمته على الصلب، شاف إنه بحاجة إلى باركينج وبحاجة إلى كنيسة لا غير كنيسة البلد، فلذلك أعطاني الضوء الأخضر أن نعمل هنا كنيسة. وبعد تدشينها على يد المطران ياسر العياش في 19 من شهر كانون أول لعام 2014، أصبحت كنيسة حاملات الطيب في السلط جاهزة لإقامة الصلوات والقداديس الدينية وأحياء المناسبات المختلفة لكافة أبناء الرعاية المحسنين في المنطقة. دشنا صاحب السيادة المطران ياسر عياش ب 14 أو 19 12 2014، وكان احتفال جميل جدا بحضور السفير البابوي المونسنيور لانجوين الذي هو تبرع لبناء هذه الكنيسة، وكان الاحتفال يحضره جميع الطوائف المسيحية بالسلطة وحتى رئيس البلدية وبعض من رجالات الإخوان الإسلام حضروا الاحتفال وأعضاء البلدية. والآن جميع السواح اللي بيجوا على الصلب يوجد مفتاح لهذا الكنيسة بالبلدية، ساعة إذن برجوهم أيضا هذا المكان أصبح مكان محط للسواح. وحقيقة كما ترون هذا المكان يحتفظ بطابعه الخاص، ما أدخلنا عليه إلا بس المقدم الكنيسة المدخل، ولكن كمغارة بكت كمغارة فقط نظفناها بالرمل، ولكن تضاريس المغارة هي وجمالها هو. وجدنا هنا أولا كتب قديمة اللي كانوا يصلوا فيها موجود عندي الآن تحت، بعدين ورسائل، بعض الرسائل بالخط اليد، رسائل الأب سمور، وخصوصا أيضا سجل العماد القديم اللي بذكر من تعمد أول ناس بهذه الكنيسة بهذا المغارة بعدين بالكنيسة تحتها. هذه حقيقة عندنا ما زال هذه موجودة في الخزائن الكنيسة. بتعاليمك المضيئة
وأوضح الأب حدادين أن سبب تسمية هذه الكنيسة بحاملات الطيب جاء إكراماً لنساء السلط المسيحيات لما لهن من فضل كبير في إعداد جيل واع من الأبناء قادر على حمل رسالة السيد المسيح وماض في خدمة وطنه بأمانة وإخلاص. سمينا هذه الكنيسة حاملات الطيب لأنه أول ما زاروا يسوع المسيح وهو القبر حاملات الطيب، وإذا هن أخذن البشرى إنه يسوع المسيح قام. وهناك مقبرة، من يأتي إلى المقبرة أكثر شيء هن النسوة، فلذلك إكراما لأمهاتنا وللنسوة سميناها بحاملات الطيب. عندنا هناك على يميني حاليا مغارة صغيرة كانت هي من المغارة، هنا المختار رامن شوات قال لي أبونا هذا بدي أعمله مزار كبيت لحم يكون فيه أجسام مجسمة تذكرنا بطفل المغارة والعائلة المقدسة والمجوس. فحقيقة المختار رامن شوات تبرع بكل ما يلزم للمغارة وهندسة هو، وعملنا حقيقة هذا المزار داخل المغارة الكبيرة. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد يا كنيسة ملجأي في كل ضيق.